السلام عليك يا رسول الله. مش عارف ليه أنا هذه الحلقة وأظن باقي الحلقات مش قادر أبدا أفصل نفسي على أنني مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. مش قادر. الأعياد ما بتكونش من غير الإسناد، والإسناد هو حضرة النبي اللي بيسندنا إلى بيت الله المعمور في الحياة، اللي بيسندنا ويجعل في ظهرنا نعمة ربنا العظمى، وهي نعمة إن ربنا أخرج لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره فنستند عليه صلى الله عليه وسلم. وإزاي ما نستندش عليه هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا لما أراد إن هو يعرفه قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. الحمد لله، الحمد لله إن أنا لو عجزت وخفت إن أنا أضر نفسي فعندي حضرة النبي يسندني ويحميني حتى من نفسي. ويا سلام بقى لما نحط ده مع جمال كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بفهم شويتين ثلاثة اشتقت لإخواني، مش بفهمه بس إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو راضي بأننا أكون في هذا المقام، مقام الأخوة، لكن أنا بفهمه بحاجات كتيرة. إن حضرة النبي بيقول لي لو حبيتني، لو حبيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو حبيتني هتبقى فين؟ إخوانا على سرر متقابلين، أبقى في الجنة في وجه رسول الله، في قبالة رسول الله. هو لما يقول لي اشتقت لإخواني، وده اللي يفسر لي ليه في الرواية الأخرى قال اشتقت لأحبابي، وكأنه بيبشرني إن أنا لو أحبيته صلى الله عليه وسلم أكون على سرير في قبالة سريره صلى الله عليه وسلم. يا الله على هذا، يا الله على هذا الوعد الجميل من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. طب هو ده بس اللي في الأخوة؟ قال له لا، ده في الأخوة في حاجة تانية خالص. إيه تاني؟ إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هيكون في ظهرك، هيكون بيدعمك مهما كنت في تعب ولا في مشقة ولا في عنت، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سندك. عشان كده قلنا الأعياد بتكون بالإسناد، حضرة النبي هيسندك. سنشد عضدك بأخيك. ويا سلام على اللي أخوه حضرة النبي. تخيل إن أنت أخوك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز إيه أكتر من كده لما هو بيسندك لما تعصي ربنا سبحانه وتعالى فيقول أعمالكم معروضة عليه. فما كان من خير تنسى أنت الخير فتنسى تحمد ربنا، فرسول الله يحمد الله، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت من غير ذلك تنسى أن أنت تتوب وتستغفر، وما وجدت من غير ذلك استغفرت الله. فالناس إزاي بيقولولنا إزاي أنتوا بتحتفلوا بمولده؟ ده ميلاده، ده هو الباب الواسع اللي احنا شفناه، وسع جمال ربنا ووسع رزق ربنا. ده ميلاده، ده مش بس شرف الوجود، ده أنقذ حياتي من التيه، أنقذ حياتي من الضياع. ولذلك حضرة النبي ميلاده ميلاده لقلبي. أنا تعودت وفهمت إن أنا لما أجي أحسب حياتي، أحسب حياتي بكم مرة مر علي ربيع وأنا حاسس بيه وعايشه. المرة اللي ما يجيش فيها ما حسش فيها بربيع ده مش محسوب من عمري. ونمر يوم من غير رؤياك، نمر سنة من غير إدراكي لربيع، ما تتحسبش من عمري. ازاي تتحاسب من عمري وهو انت العمر يا رسول الله؟ ما حدش يقول لنا ان احنا بنبالغ. هذا الكلام هو اللي علمه لنا مولانا سبحانه وتعالى. المفسرون يكادوا يكونوا اجمعوا على قد جاءكم من الله نور انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص، طب وبعدين؟ او من كان ميتا فاحييناه. أيوة أحييناه، يعني إيه؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إيه ده؟ يمشي به في الناس واعلموا أن فيكم رسول الله. ده المسألة كده اتفهمت. وكأن علامة الإنسان يتحول إلى الحياة هو أن يكون في قلبه أنوار حبيب مولاه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الحياة بتحسب بمقدار بقائك مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وده عشان كده أنا دايما بحب العبارتين دول،
ان التقويم الميلادي بيبدا بيناير، والتقويم الهجري بيبدا بمحرم، وتقويم القلوب يبدا بمين؟ يبدا بربيع. فاحنا في ربيع بدات القلوب، بدات تعيش وتحيا بحضره المحبوب. انا مش عايز الحقيقه، مش هقول مش عايز انفعل، لكن انا والله ربي يعلم ما في قلبي من شوق انت ما اذكر ميلاد حضره النبي صلى الله عليه وسلم. حاجه كده كل العالم غير فيها. يا سيدي اذا كان الايوان، اذا كان الايوان تهدم، اذا كانت النار اتطفت، انا ما يشتعلش في قلبي نار الشوق لحضره النبي، حتى ما يبقاش فيه حب، حتى ما يبقاش حاسس يعني ايه حضره النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده بنقول له، بنقول للعزول يا سيدي خلي عنك قلبي، فإن قلبي معلق بالرسول، فإليك عني أيها العزول، فأنا قد وصلت لكل مأمول عندما ذبت حبا في الرسول. فخلاص تعالوا نسمع بقى الشيخ محمود، لأن أنا خلاص، فنسمع الشيخ محمود ده.